ميلا هي ولاية لها جزء مهم من الفعل الثقافي ببعده التراثي الأصيل الذي ينبع من مكون اجتماعي متنوع ومتعدد المشارب، بيد أنه فعل تشاركي في بعده الوطني. الخيالة والفروسية والبارود وكل ما يتعلق بالتراث، محافظة على عادات أجدادنا من اللباس ومن الصناعات التقليدية وكل ما يتعلق بالأشياء القديمة التي كان يتزامن عليها أجدادنا. على خطى الأجداد وبين وبأيديهم ولباسهم التقليدي دأب فن القصبة والبندير كما يحلو للكثيرين مناداته، وبكلمات راقية تنم على احترام الجماعة والاجتماع العام باعتباره هدف أسمى. الرزة، القندورة، برنوس، السروال، الصباط، هذا عربي تاع التراث، وهنا حافظين على التراث الأصيلي، وهذا جيل يخليها لهذا. احنا هادو احنا درنا اجيال احنا نكونوا فيهم. هذه هي اللبسه تاعنا والتراث تاعنا، الفانتازيه والخياله، ومازلنا محافظين التراث نتاعنا وتاع جدودنا، ونتمنى ان شاء الله كل الشباب هذه تحافظ على التراث هذا واللبسه هذه. يستقبلون أفراحهم هكذا وجوه مبتسمة وبشغف للمة يسارعون، هم أهل الذوق الراقي الذي يحافظون عليه وظل متجذرا في ساكنة ولاية ميلا.